يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، على الصبح كده؟ عاوزاك. ما فيش منك كلام. لا لسه في كلام. انت من سكه وانا من سكه، خلاص خلصنا. وراكتي لسه ما وصلتنيش. هتوصلك. ميتة عايزاها ميتة النهارده قبل بكره. وانا ما عنديش مانع بس بشرط. اشرط. مالكيش حاجه عندي. كنت عارفه انك هتقول كده. عجبك الكلام مش عاجبك اعمل اللي يعجبك. وانا مش هسيب حاجه. وانا قلت مالكيش حق عندي. طلعت راجل صح. طولة لسانك هي اللي بتخليني اعمل كده. طب انا ومرض. لكن انت يا سيدي الرجاله هتعمل عقلك بعقل مرض. غوري من وشي دلوقتي. مش قبل ما تطلقني وتديني حقي. لو كنت متجوز بنت ناس كنت اديتها حقها وشلتها فوق راسي كمان حتى لو طلقتها. لكن ما كنتش اعرف اني متجوز. هقول لك ايه؟ ما انت زي ابوك. غوري من وشي بنت الناس. ناس؟ وانت خليت فيها بنت ناس بعد اللي قلته؟ هو انا قلت حاجه؟ انت اللي قلتي. انا اقول انت لا. غوري من وشي احسن لك. ما انتش مكسوف من نفسك؟ ما بصيتش لروحك في المرايه وقلت حرام اربطها جاري؟ طالما انا مقطوع الرجا كده، واحده غيري كانت سابتك من زمان. ده كان زمان عندي عيل ولا اتنين. اه خلاص. هي الحقوني يا ناس الحقوني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فيها يا جماعه؟ جاي اقول له حرام عليك اتجي ربنا يا خراع الجرابه اللي بينا. يا تسيبني يا تردني. جاب نازل فيا ضرب ويتنازل عن حقي يضربني ويموتني. ده كلام يرضي ربنا؟ لا 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 لا، امسك نفسك يا مروان. مش كده امال يا ولدي؟ امشي من هنا دلوقتي. شاهد يا عم كامل، هي دي طريقته وهي دي معاملته. عشت معاها كلها مرار. عمري ما سمعت منه كلمة زينة. عمري ما شفت طبطبة ولا حنية. ده غير هقول ايه؟ استغفر الله العظيم. حرام تني. إلهي تنحرم من كل خير وهنا يا رب. امشي من هنا دلوقتي. امشي. وانت واقفين بتعملوا ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.